الاتحاد الافريقي في الحقيقه يمكن من بدري جدا قال انا عايز اعمل دوري للمدارس الافريقيه واتبناه، وتمويله من عنده هو، يعني اعتقد كان مخصص ليه رقم كبير يعني مش قليل. احنا طبعا بادرنا بهذا الموضوع ونسقنا مع الاتحاد المصري ونسقنا مع وزاره التربيه والتعليم معالي الوزير. النهارده في الحقيقه يعني احنا بدانا من فتره، والبدايه النهارده التصفيات اللي فيها من 8 محافظات في 31 مدرسه وصلت النهائيات، اكيد وفقا للقواعد الفنيه والاداريه الموجوده هيتم مشاركه المدارس مع افريقيا ومدارس الافريقيه. اكيد نتمنى يعني يكون الاداء يعني بشكل او اخر كبير، ده شيء مهم لان يعني ده حافز للمدارس ان يكون عندها فريق وان هي تنافس وان هي كمان طالب المدرسه يطلع بره ويبقى يعني بشكل كبير، وده كمان وسيله اخرى للانتقاء في الاكاديميات الرياضيه الموجوده في مصر الكبيره في القطاع الخاص في القطاعات المختلفه. في دوري المدارس الافريقي ان شاء الله يكون في دوري المدارس مع الاتحاد ما بين الاتحاد المصري اكيد والوزارتين، ده كمان هيساعد بشكل كبير جدا. يعني طبعا نشكر السيد الدكتور طارق شوقي والدكتور اشرف صبحي اللي هم وفروا فرصه للمدارس، لان احنا عندنا مواهب مدفونه. طبعا طبعا الموضوع جميل جدا ومفيد جدا للاولاد، يعني البنات عندي بنات كويسه جدا ممكن يلعبوا في انديه، بس محتاجين الفرصه اللي هم يظهروا. والحمد لله طبعا لما السيد الوزير شباب الرياضه السيد وزير التربيه والتعليم اتاح لنا الفرصه، وان شاء الله اصعدنا للنهائي ونفوز بالبطوله ان شاء الله. بشكر المنظمين، بشكر زملائي، بشكر فرقتي، اول مره نشارك، بشكر طبعا كابتني ونجم نادي الزمالك وكابتن سيد وحيد، وبشكر المستر احمد، بشكر الاولاد ان هو ده اول مره واول مشاركه يطلعوا فيها، حدث مشرف، وان شاء الله السنين الجايه فرصه ان احنا نطلع النشء وانتقاء النشء الكويس. وبهني الفريق الفايز فريق الشرقيه، هما بيدونا فرصه حلوه جدا بالذات ان هو ممكن يكون فيها سفر. تاني حاجه هي دي المفروض اول بطوله لينا وفي ناس لا، وده بالنسبه لي يعني لعب حلو جدا، فكره جميله وكمان بتدي فرصه للي عايز يعني يعمل حاجه كويسه. طبعا احنا عملنا اللي علينا وكده، ويعني مبروك الفريق الفايز وهارد لك لينا، وعادي هنعوضها مره ومره، وطبعا بشكر الكباتن بتوعنا جدا.